السكيورتي كويشنز كلها صح. حياتها كلها كذب كذب. ما ادري كيف عايشه كذا فيك بشكل مقزز. المشكله الناس كلهم يصدقونها وقاعده تسوي كل اللي تبي. طيب دخلنا كل المعلومات. طبعا حضره الست عليا مصدقتها ما عاد هي صايره تطيقني. اكرهها. ما مشي الحال. طيب يقول اكاونتك القديم انسيه لو تبغى تسوي واحد جديد. والحل بصراحه ودي اهكر له الحساب. سيريسلي قاعده اقول ودي مو يعني بسويها. يعني اكيد اللي هكر لي اكاونتي بيكرهني. ادخلي بسرعه الحساب ادخلي. دوبها منزل الصوره قبل ساعه واردي عليها 1500 لايك. هواي شوفي بعد صوره عليها 65000 لايك. واو ما قلت لكم الناس اللي تتابعها مصدقينها. انا ما ادري كيف الواحد يقدر يعيش حياته كذا كلها بكذب ونصب واحتيال. من جد خلينا نكون واقعيين. البنت ناجحه واخذه بطولات برا والاهم من ذا كله واللي احنا يفيدنا انه عندها 380000 متابع. يعني انت لو اقنعتيها تيجي هنا عندك النادي تتمرن عندك تاخذي دعايه ببلاش. يا شيخه والله لو انا منك صرت صاحبتها. لا ما صدق اللي تقولينه. بعد كل الكلام اللي قلته تبي ناس صاحبتها؟ فكرة حلوة، ليش لا؟ يب، وتقدرين تصيري الترينر حقتها. If you want, I don't care. وعليا راح تنسى اللي صار، يعني بما انه انتوا راح تصيروا صديقات. لا ماني مستوعبة كلامكم. يعني تبوني اكون مثلها، كذابة ومحتالة، صح؟ معاصي. سام طال عمرك. سم الله عدوك وسم الله يرضي السلام. ايش قاعد تشوف؟ الله ابد شوف فتعين شوف ها. وي ما شاء الله عليهم الله يحفظهم. وش ذكرك فيهم الحين؟ الله ما ادري اقلب وطلعوا. اي والله يا سلطان هذيك الايام كاني قاعده اربي 10 مو 3. الله اكبر. اي والله. اي صحيح نسيت اقول لك ترى بدر راح ابو ظبي. ها ليش؟ ما ادري والله يقول عنده شغل مهم وراجع بكره ان شاء الله. يلا بالتوفيق. اي تذكرت يوم بدر. انا افكر هاليومين ادفع اجار 3 سنين قدام للنادي اللي فيه نجود. ابيها تركز في التدريب وتركز في الرياضه وشي في نفسها تحبه ما ودي اقصر بها عليها. سلطان انت تقول هالكلام هذا؟ انا ادري ان قلبك ضعيف بس ما توصل للدرجه هذه. الحين مو انت قلت لازم نجود تتعلم وتعتمد على نفسها؟ تبي تدفع 3 سنين؟ خالف كلامك صحيح بس مثلك عارفه يعني احس كني مربط قدامها وهي المسكينه حزينه ومقهوره